أه قبل ما اقول لك هو ايه اللي بيحصل في مصر لكن خليني اقول لك ان طبعا احنا في الفصل قاعدين انا ودكتور محمد العقاد عمالين ندردش احنا اصحاب فبدات بقى قاعدين بنتكلم قال لي لا ده انت كده خلاص ادخلك كليه الطب آه لا ده انت يعني اتخرجت بدات احط نفسي على اول الطريق مفيش جامعه تقبلني في السن ده آه ده لا هنشوف شوف لك بصد. شوفنا مصر يا دكتور خليني ارحب جدا 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 بدكتور محمد العقاد مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه الاول منور منور بيك وانا دايما بسعد والله فعلا لما بكون معاك انت قبل ما تكون يعني من اشطر المذيعين اللي الواحد شافهم ربنا يحفظك اخ وصديق وراجل بيحب بلده شرفيه. وبيحب المواطن المصري فعلا وبيدافع عن حقوقه فده دايما بيخليني اكون سعيد بجد ان انا اكون معاك سواء تليفونيا او على الهواء انا كده خدت البكالوريوس بتاع الطب <applause> أنا مبسوط كده دكتور احنا عايزين نتكلم حبه على مشروع السياحه العلاجيه اللي هو نرعاك في مصر هي. انا من غير ما اخش في اسئله كتير واضيع وقتك هو ده اللي في بالي واظنك عارف قصدي بمعنى كلمه اللي في بالي حقيقي قولي ايه هو المشروع لعله يطلع اللي في بالي قادر يا كريم هيطلع اللي في بالك احنا الاول هنقول للناس لان انا, أنا فاهم اللي في دماغك فهنقول للناس ايه الفرق بين السياحه العلاجيه وعلاج السائحين ايوه عشان إيه دي أوه. الناس بتتلخبط فيها ماشي. هو بيفتكر ان هو في واحد جاي اصلا يتفسح بطبيعته فتعب فعالجناه فدي سياحه علاجيه لا ده اسمه علاج السائحين يبقى كده عشان الاول نحط النقط على الحروف من الاول الناس تبقى فاهمه معانا علاج السائح السائح ده جاي اصلا هو جاي لوحده خالص جاي يتفرج على مصر جاي يشوف اي حاجه جاي يعمل دايفنج في آه غردقه في شرم الشيخ ايا كان وتعب فدخل مستشفياتنا فتعالج ده اسمه علاج السائحين حلو ايه هو بقى السياحه العلاجيه ايوه المشروع اللي احنا هحكي لك عليه بقى السياحه العلاجيه ان انت التارجت سيجمنت معين نقول بالعربي ان احنا نستهدف ونحط هدف لينا الاجانب ايا كان جنسيتهم سواء افارقه يوروبيين اوروبيين امريكا ايا كان الجنسيه والتارجت العيان اللي عندهم هناك اللي هو فيه شريحه معينه من العمليات من التدخلات الجراحيه عندهم غاليه جدا واحنا عندنا بتكلفه اقل وبمهاره زيهم ويمكن احسن انا متاكد انها احسن فتبدا تتارجت السيجمنت دي او الشريحه دي وتبدا تشتغل عليها تشتغل عليها ازاي خمس حاجات. مم. المبنى. صح. جوه، في إيه جوه المبنى؟ الإكويب القوي البشرية، اللي ينور عليك، التجهيزات، الخدمة العلاجية اللي بتتقدم بجودة عالية وأنت عارف إن هي بتتراقب من كذا جهة. طبعًا. والبيئة الخارجية. المناظر الخلابة بتاعتنا بتاعت مصر، لو في شوية متاحف أو آثار فيبقى إحنا كده الخمس حاجات اللي بنشتغل عليهم، المنشأ نفسه وجواه ثلاث حاجات، وبره العوامل الخارجية. حلو مش بس كده ده احنا بدأنا عملنا اكسرسايز كمان بدأنا نشوف زي ما قلت لك انا في حاجات عندي تكلفتها لانها موجوده وموجوده كتير زي مثلا الاسنان اه دكاتره الاسنان في مصر عندنا شاطرين جدا قوي الاسنان بره مش كفرد وغاليه برافو عليك مش كفرد بتأمينهم خالص وغاليه جدا قوي طيب انا عندي حاجه غاليه وانا عندي الناس شاطرين وتكلفتهم قليله فبتبقى حاجه كده شبه الاستراتيجي بتاعت اللي هي بنسميها ليدر شيب باي كوستنج او ان انت تبقى انت واخد الرياده بالتكلفه، مم. طب انا واخد الرياده بالتكلفه وكمان عندي ناس شاطره وكمان عندي كل حاجه جاهزه. المستشفى جاهزه، البيئه الخارجيه والاثار والمناظر والكلام ده كله. فبدانا نعمل exercise ده وبدانا نطلع ان في امراض وعمليات وحاجات كتيره انا اقدر اسحبها من الخارج بس بشويه براندنج وشويه ماركتنج. عملنا ايه اخر السنه اللي فاتت؟ سجلنا علامة تجارية اسمها نرعاك في مصر حلو اللي هو كل ما يخص السياحة العلاجية مبادرة مشروع استقطاب المرضى الأجانب زي ما اتفقنا من أفريقيا من أوروبا وهكذا وبدأنا فعلا الفترة اللي فاتت دي يعني الحمد لله شرم الشيخ مستشفى شرم الشيخ الدولي مستشفى الأقصر الدولي هم دول دلوقتي بقوا يعني شبه ايقونه آيكون، كده ان الناس بتجيلهم مخصوص يعني طبعا عشان في بعض الحاجات الاسرار المرضى وحاجات زي كده ولكن احنا بقى في دكاتره بتعالج ناس بره او بتشتغل بره مصريين طبعا وبيشتغلوا بره وخدوا جنسيات بره بداوا يكلمونا ويتواصلوا معانا ان هم يجيبوا بعض المرضى عندهم في الحاجات اللي نوت انشورد هناك اللي هي ملهاش تامين صحي او ملهاش تغطيه في التامين بتاعهم هناك ان هم يجيبوهم عندنا ويبقى هو ده زي خبير اجنبي بيجي فكسبنا حاجتين بقى عندي خبير اجنبي واحد بيشتغل بره اوريدي هو اه طبعا مصري اصول مصري مصريه ولكن وخد خبره طويله جدا وعايش هناك وخد في جنسية البلد وبقى خبير اجنبي آه. وبالنسبه له هو هناك فعلا أكسبرت يعني طبعا وكمان هيجيب العيانين بتوعه سياحه علاجيه فمن هنا زي ما قلت لك حبينا نفرق الاول الاثنين وبدانا نشتغل على القصه دي ونهايه 2022 سجلنا العلامه التجاريه بتاعت نراك في مصر وبدانا بقى الرحله اللي انا حكيت لك عليها. طيب انا هنا ببص عليها في بالي واظن هحتاج تفاصيل اكتر يال. علشان ابلور بقى. يال. اول حاجه اللي انا اظنه وصححني لو انا غلطان انا النهارده بس ده معروف النهارده الطبيب المصري مطلوب طول الوقت في اوروبا وبكثافه. حقيقي. وده بشكل رسمي يعني اللي هيخش على الويب سايت بتاع الويب سايت بتاع سفاره انجلترا صحيح. او الحكومه الانجليزيه صحيح. او الالمانيه بالتحديد هيشوف الليسته بتاعه الدكاتره طالبين من اول ناس المصريين ده كده اول صباح الفل طب اقول لك حاجه كمان في الحته دي بالمناسبه ده في بعض الاختبارات اتلغت للمصريين عشان ما اوريدي شافوا عارف انت زي كده يقول لك ليه سابقه اعمال اه. في في المصطلحات الحكوميه يقول لك ده ليه سابقه اعمال يبقى اه. مصدر ثقه مصريين خلاص اثبتوا ثقه فبقى ليهم بعض الاختبارات بتتشال اصلا بكالوريوس طب جمهوريه مصر العربيه اهلا وسهلا انت مش هتمر بالاختبارات آه، دي. هتاخد في مثلا مثلا سي اربعه او خمسه اختبارات انت اتنين بس من الخمسه في ثلاثه مش عايزك تعديهم انا حين. عارف ان انت اوريدي معديهم في الكليه ده معناه انه انا لما باجي بعمل هذه المنظومه انا هبدا مش بقى هقول ان انا بقلل من الولاد اللي, اللي عاوز يسافر يعمل ماجستير ودكتوراه ويشتغل هو حر لكن اللي هيجي يقول انا مش لاقي فرصتي فمضطر اسافر فبقول له لا فرصتك عندي وبفلوس حلوه وقد كان وهحكي لك موقف حصل لو انا فاكر صح الشهر اللي فات او في يناير يا فبراير يناير حد من الاطباء الشباب واحنا بنلف في المحافظات قال لي دكتور محمد انا كنت خلاص برتب سفري ولكن لما هو كان شغال اوريدي معانا في منظومه التامين الصحي الشامل في هيئه الرعايه الصحيه وكان هيسافر وخلاص فاحنا حكيت لك قبل كده ان احنا بنجيب تدريبات وحاجات خارجيه آه وبنخلي الناس تلتحق ببعض المؤتمرات العالميه فجاله تدريب او منحه ترشح من المستشفى وجاله تدريب فهو ما كانش مصدق ان التدريب ده فور فري يعني كان فاكر ان هو يعني هيدفع فيه او حاجه او كده فلقى التدريب فقال لا ده بجد المنظومه فعلا بتهدف ان هي تخدمني فأكمل فكمل ولغى فكره السفر وزي ما انت قلت ده موقف حصل بجد وانا بمر دكتور شاب جه وقال لي وهو اكيد لو سمعنا دلوقتي هيبقى عارف وقال لي كده قال لي انا هكمل في مصر لان انا بجد لقيت في حاجه جديده بتحصل حلو قوي طيب هنا بقى هروح على الناحيه الثانيه لما بتكلم على سياحه علاجيه زي اللي هي في بالي فانا هحط التصورات اللي انا بسمع عنها واللي بقعد اقراها فانا هلاقي انه انا عندي في تركيا وفي اوروبا الشرقيه دول المنطقه دي تحديدا دول من اقطاب ما يطلق عليه سياحه التجميل ده شقه او سيكتور والسياحه العلاجيه بشكل عام فلاقي مسز ماجواير اللي جايه من اسكتلندا طالعه على اوروبا الشرقيه او تركيا عشان مش عارف عايز تعمل ايه في اسنانها مسز مش عارف ايه جايه من المانيا علشان رايحه على بلد فين علشان عايزه تظبط حاجات اكتر صح. وهكذا فلان الفلاني يعاني مش عارف من ازمه ايه في الكبد فهيجي لي فانا اقول له تعالى اظبط لك القصه هو ده اللي احنا هنعمله هو ده اللي احنا هنعمله وهنعمله يس وهنعمله اكثر توسعا بمعنى انا مش بس زي ما قلت لك من شويه انا درست الحاجات السيجمنت او الشريحه اللي هي اوريدي ما لهمش هناك تامين صحي على العمليات دي م. طب عملنا ايه تاني؟ احنا بنحرق بقى أيوة كل الاسرار معاك بنحرق كل الثغره اللي موجوده أيوة. في نظم التامين أيوة الصحي اللي موجوده في الدنيا بقى. واروح انا جاي سحب الثغره دي واغطيها عنك ايه الثغره الثانيه؟ يعني دي طبعا الاكسرسايز اللي احنا بنعمله بس انت حبيبنا يعني اه احنا عملنا اكسرسايز طلعنا الويتنج ليست او قوائم الانتظار في العمليات الجراحيه اللي هي اوريدي كفرد هناك ايوه فلقينا بعض العمليات عندهم الويتنج ليست او قائمه انتظار بالثلاث او اربع شهور امم فبدانا ندرس احنا عندنا لو قدرنا نقدم بتكلفه اقل من هناك هو كده كده كفرد بس قدامه اربع شهور م. ونبدا نشتغل على القصه دي ان انت قدامك اربع شهور انت قدامك خمس شهور ومحتاج عمليه اه صمام في القلب ممكن ما يبقاش فيري ايرجنت بس انت محتاج تغيره طب احنا هنعمل لك تكلفه هتيجي تتفسح وتشوف المناظر الطبيعيه في مصر وتقعد في جناح فندقي جوه مستشفى مش هتحس ان انت في مستشفى وهيعمل لك اللي في شفت <applause> ستاف كبير هيعمل لك العمليه دي منهم العمليات المشهوره في القلب دلوقتي اللي هي التافي اللي هو بنغير الصمام عن طريق القسطرة الصمام الاورتي دي كانت عمليه كبيره جدا طبعاً. فيها شق العضمه بتاعه الصدر يعني عظمه القص القص برافو عليك انا عارف ان انت عندك خبره في القصه دي بحاول قدر الله ف ان انت توصل لحاجه زي كده فده اكسرسايز واتعمل واحنا شغالين عليه ان احنا مش بس ابقى الحاجات اللي اوت اوف كفرج من عندهم لا ده انا كمان هخش جوه الكفرد بس اللي عندهم في ويتنج ليست كتير او عندهم العمليات ما بتتعملش بالكفاءه ونشتغل مثلا نشوف من الـ من الويب سايتس او من الحاجات اللي بتحصل عندهم فيها مشاكل نسب النجاح فاقول له طب تعالى ده انا العمليات دي نسب النجاح بتاعتي اعلى من عندك طب هنا هيجي على بالي سؤال والله هل من الممكن ده مجرد فعلا سؤال يحصل بروتوكول تعاون ما بيننا وما بين حكومة الدولة الفلانية انه يا جماعة انتوا عندكم ويتنج ليست كبيرة جدا في واحد اتنين ثلاثة اربعة انا اقدر اقلل لك الويتنج ليست دي وانت تكلفة العملية دي عليك كحكومة كذا تساوي مثلا مية الف دولار انا اقدر اعملها زائد السياحة والبرنامج اللي هعمله ب ألف دولار ادي لي ال ألف وانا, وانا ادلع المواطن الجلس. بتاعك هل ينفع نعمل حاجه زي كده ينفع وتم تم عمل حاجه شبه كده مقترح طبعا هيبقى له شويه طبعا, طبعاً تفاصيل يس ده تعاون ما بين حكومات وحدود احنا المقترح الطبي نفسه موجود واتقال بنفس الطريقه كده بالظبط ان هو عشان سستينابيلتي انت عارف دايما اهم حاجه في اي مشروع طبعا الاستدامه استدمته. ان انت عشان المشروع يبقى فيه استدامه، مشروع على لكن ده محتاج استدامه. فانا مش عايز بس ان انا يبقى كولز او ان انا اعلن شويه مثلا في دوله في انجلترا وشويه شويه دا في مش عارف شرق اوروبا. لا انا عايز بحاجة حاجه مستديمه وده كان هو ده المقترح جاي من هنا. مش بس كده انا عايز كمان اخلي الاستدامه دي في افريقيا. احنا القياده السياسيه دلوقتي أوه. بتفكر ان احنا نرجع تاني ريادتنا جوه قاره افريقيا وان شاء الله باذن الله راجعين لها وبقوه. فانا هخش كمان على افريقيا. حلو على افريقيا بقى ده أنا يعني هعمل لهم هم كمان تكاليف مختلفه احنا قاره واحده دول شقيقه ودول كلنا يعني احنا بالنسبه لهم مصر هي هي الايقونه صحيح ده شغالين عليه دكتور احمد سكر رئيس الهيئه الفتره اللي فاتت يعني تقريبا كل السفراء ووزراء الصحه الافارقه بيجتمع معاهم وان شاء الله هيبقى يعني كنت بكلمه الاسبوع اللي فات وبعدين آه، بعت له الأو... كا... بعت له وبعدين قفل عليها بسرعه وبعد كده بعت له مسج فراح ردد عليا قال لي معلش انا بس كان عندي حاجه كده وهكلمك الظاهر كان مسافر او حاجه فلما آه كلمته بقى سفراء افريقيا كلهم الصحه كلهم فلما هو... كلمته بقى قال لي بص ان شاء الله قريب هتسمع عندنا حاجات كويسه جدا وانا عارف ان انت واقف معانا على طول قلت له بقلبي كاني دكتور معاكم والله <applause> طيب حرقتها طيب. الدكتور احمد خلاص معلش ما وماله يعني العز واحد زي ما بيتقال هو راجل جميل جدا احبه قوي يعني طيب هنا هرجع على مساله كلمه بقى السياح يعني انا هاخد البيشنت او المريض اللي جاي لي ده مش بس بقدم له العلاج اللازم او الاجراء التجميلي او التصحيحي او 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 على ايا كان المصطلح لكن كمان انا باخده في حاله استشفاء وريلاكسيشن ويقعد على يروح سيوه يروح شط البحر في البحر الاحمر يتفسح في سينا يطلع على الاقصر واسوان كل ده؟ كل ده وحياه النبي وحياه النبي هو البروجكت كده هو فعلا المشروع كده ان انا زي ما قلت لك في الاول احنا على فكره بيبقى برنامج من اول ما بيوصل الطياره في عربيه حد مندوب او ممثل عن المستشفى اللي حسب المحافظه اللي هيجي آه. فيها، ممثل عن المستشفى بعربيه ليموزين بتنتظر السائح عند الطياره بتاخده في العربيه يروح يعني ايذر اور يعني اما بنبقى حاجزين له مثلا في يوم في الفندق الاول وبعد كده يخش المستشفى او يدخل المستشفى وكل ده برنامج وسكيدولد وهو يعني دي نون اجنده بالنسبه للسائح عشان ما يجيش يبقى مش عارف هو بيعمل ايه م. هو عارف ان اليوم الاول مثلا هيتفسح اليوم الثاني الصبح هيدخل المستشفى يبدا يعمل اللابس او الراتس التحاليل والاشعاعات بتاعته وبعد كده نبدا نخش الاجراء وبعد كده عندنا ثلاث او اربع ايام الريكفري او الاستشفاء يوم في المستشفى وثلاثه بره تبدا تشوف المناظر الطبيعيه تبدا ####سكدوى اللي عاوز يطول قول طول... طبعا وبنقول لهم كده لو انت حابب طبعا والباكج اه بيحصل فيها تعديل طبعًا. وكده بس حابب تطول احنا موجودين والدكاترة موجودة... و طيب خليني هستاذن هروح لفاصل وبعد الفاصل عاوز اشوف انا بستهدف شرائح اقتصاديه وماليه اللي هي بتبقى عامله ازاي يعني في الناس اللي هو بالتعبير المصري انا احب كلمه البلدي لانها كلمه حلوه بلدي بتاعتي يعني التعبير البلدي الجميل بتاعنا ده اللي هو ايه الناس المريشه بتاعه اوروبا الناس المريشه بتاعه امريكا انا عايز اجيب ناس دول وفي نفس الوقت المريش المصري ساعات كتير جدا يقول لك انا طالع ولا طالعه مش جمهورية ايه علشان اعمل صح. كذا نورونا تجدوا ما يسركم استنونا بعد الفاصل مع دكتور محمد العقاد مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه بنتكلم عن الرعايه العل... عن السياحه العلاجيه وتحديدا نرعاك في مصر استنونا لا ده طالع الموضوع اكبر من اللي في بالي عشان بس نبقى متفقين وهقول لكم ليه دلوقتي خلونا نجدد ترحيب بضيفنا العزيز دكتور محمد العقاد مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه جمهوريه مصر العربيه قلنا بقى الشرائح الاقتصاديه والماليه اللي احنا بنستهدفها انا نفسي دايما استهدف المريشين وسنه سنه لتحت انت قلت حاجتين الحاجتين مختلفين ونشتاق ونتكلم فيهم الحاجة الأولانية قلت لي الشرائح الأوروبيين أو الخارجيين بصفة عامة والشرائح المصرية. أوه. طيب احنا الفكرة الثانية اللي هي بتاعت المصريين احنا بدأنا نشتغل عليها. أنا في عندي مصريين عايشين هنا في مصر وبيحبوا يصيفوا بره بيحب يروح في كذا يعمل عملية زي ما أنت قلت عايز يعمل عملية بره طب أنا عندي الاستوف اللي, اللي بيعمل العمليات دي ويعملها أرخص من بره لو أنت الفكرة كلها وبكفاءة أعلى وبكفاءة أعلى لو انت الفكره كلها ان انت هتشوف مناظر طب انت هتشوف مناظر اه احنا ما شفناهاش يعني في حاجات على فكره انا لما دخلت المحافظات التامين الصحي الشامل اه يعني انا كنت اول مره اروح مثلا الاقصر واسوان اه جنوب سيناء كنت رحتها مثلا من 10 12 سنه حاجه كده وقعدت في شرم الشيخ 10 ايام وبعديها مره 3 ايام فما الواحد ما بيلحقش يعمل حاجه شفت حاجات ومناظر و الناس اللي هناك بقى الاطباء والاطقم الطبيه لما بنروح نشتغل معاهم ونبدا تشغيل المستشفى وال طيب وقصه التامين س... بالنسبه لك مدهشه مش ممكن انا وانت كنا بنتكلم على جزيره طويله اللي احنا الاثنين ما رحناهاش بالظبط دي يعني عندنا في مصر مش ممكن في حاجات فعلا عندنا قويه جدا لو انت قصه مناظر طبيعيه وخلابه والكلام ده كله هتلاقيها عندنا مم. طب لو قصه اثار وحاجات تراثيه ومحدش زيي مفيش زينا احنا من اكتر الناس اللي عندها يعني اه اثار ويعني ده الناس كانت واخده مننا وسرقنا و يعني وبيعرضوا بره سرق مننا وبيعرضوا, <applause> وبيعرضوا <applause> لازلنا الاكثر الاكثر سرقه سرق. فانت عايز ايه هتعوز دي هتعوز دي هتعوز ايه يبقى خدمه منشاه طبيه على اعلى مستوى وانت عرضت يعني قد كده, كده كتير جدا عرضت منظر المنشات الطبيه دلوقتي دكاتره كفاءه عاليه جدا ويمكن أوي. احسن من بره والله اه الايبمنتس كلها يعني حاجات توب نوتش كلها 20 21 22, 22 23 حاجات كلها يعني زي ما بيقولوا كده جديده بكرتونتها اه محتاج ايه تاني؟ خلاص مفيش بقى مش هتخرج بره بلدك عندي هتتفسح الطاقم الطبي كل حاجة والمناظر الطبيعيه والسياحه الثقافيه والاسترخاء والاستشفاء لو انت رخص. لو انت بتفكر في حاجه زي كده هتفكر تطلع بره ليه بقى تاني؟ مفيش, مفيش سبب مفيش سبب الا بقى اذا انت مش عايز خلاص ده حريه شخصيه انما البروجكت بقى كامل قدامك هتشوفه يعني لو حابب هتحضر مستشفى او هتيجي تشوف في مستشفى عندنا تعالى يا ويلكم جدا ان انت تخش تتفرج على المستشفى وتشوف نظافتها وتشوف الكلام ده كله زي ما انا بقول لك دايما تعالى وبالكاميرات ومفيش حاجه نخبيها احنا بالعكس ده احنا يعني احنا بنبقى سعداء يعني بنبقى لما جداً الناس تروح وتشوف جداً وتصور وتسال الناس وفي اي وقت و... وانت فاكر كان في مره الصبح زياره أوه. وفي مره الساعه 11 بالليل صح يعني في اي وقت احنا ما عندناش اي مشكله احنا بنقدم خدمه الحمد لله فرحانين بيها وزي ما قلت لك قبل كده انا ببقى فرحان بالخدمه اللي انا بقدمها وبدات اتميز بيها وبدات احس ان في تطور في القطاع الصحي ولكن عندي مشاكل بس بحلها وافضل احلها عشان ما احسش ان انا خلاص بقيت البلاتو احنا أوه. مش هنوصل للبلاتو ان شاء الله أوه. احنا كلنا دايما موتيفيتد بحاجات جديده عشان نفضل ماشيين في ان احنا في بيك حلو ان شاء الله البلاتو او الديكلاين ده مش هيحصل مستحيل ان شاء الله ف انا تعالى اتفضل شرفنا اتفرج شوف زي ما انت عايز انت اتليست على الموبايل بتاعك لما بت بت بتتشات او بتعمل مثلا مع حاجه من الحاجات اللي بره بتشوفها اونلاين آه. لا ده انا بقول لك تعالى تعالى زورني في الاسماعيليه تعالى زورني في الاقصر تعالى زورني في شرم الشيخ واتفرج على البرنامج السياحي المتكامل اللي هيتعمل وشوف ده ده للمصريين طيب بره لا انا ما عندي انا ما عنديش مشكله خالص انا مش 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 محدد سيجمنت معينه زي ما قلت لك انا بنلعب على حاجتين قوائم الانتظار واهميه العمليات فهقدر استقطبهم بالقصه دي مم. والحاجه الثانيه الحاجات اللي مش كافرت اه هيجي لي بقى سيجمنت اي آه كلاس اهلا وسهلا بيه هيجي لي class بي كلاس اهلا وسهلا بيه هيجي لي سي اهلا وسهلا بيه انا ماليش فيه هو هيدفع بس هو هيدفع هو جاي من انهي سيجمنت المهم ان انا هم دول التو تارجت سيجمنتس اللي انا شغال عليهم انا عايز اخد الناس اللي عندها قائمة انتظار طويله جدا وعايز اخد الناس اللي ما عندهاش كفر في التامين الصحي بتاعهم للاجزاء دي عمليه تدخل زي ما انت قلت اسنان تجميل ايا كان طب هقول لك برضه على حاجه لا, لا عارف اللي هو انا قاعد عمال بنكوش يمكن الاقي حاجه مش موجوده <applause> سياحه الديتوكس أنا مرة قريت مقال على إنه مش عارف مصحة إيه باين في النمسا والله ولا مش فاكر حاجة زي كده الناس تروح علشان تعمل ديتوكس طب قعدت أكمل بقى قراية يعني هيعمل إيه ديتوكس هيشربوا يعني مية بليمون يعني ولا إيه قال لك لا بياكلوه مش عارف إيه بالظبط حاجات خضروات وكلها مزروعة مش عارف زراعة حيوية وبيشرب قد كده مية في اليوم وبيعمل مش عارف يوجا وبيطلع يتنفس الهواء والأكسجين الصبح بدري و ما فيش اي حاجه في الموضوع يعني قاعدين ده حاجه دلع complete كده كومبليت ريلاكسيشن آه. وبس بيعمل له يعني هيلثي كتير قوي جدا قوي جدا مع انه ما بياكلش بالظبط احنا احنا عارفين القصه دي ولكن القصه دي مختلفه شويه فدي محتاجه شويه مانيبيوليشن ليه؟ لان انت اوريدي كمنشاه هدفك الاساسي طبعا اللي هو العلاج برافو عليك تقديم الخدمه العلاجيه فاحنا في نفس الوقت اللي احنا بنفكر في الحاجات اللي تخليني سستينبل وان انا اقدر ادخل موارد للهيئه العامه الرعاية الصحيه ومنظومه التأمين الصحي الشامل وبالتالي الدوله عشان اقدر اكمل وابقى انا مستمر في المشروع بتاع حلم المصريين كلهم فبنفكر في الحاجات اللي ممكن تقدر تدخل موارد اخرى وده التفكير الـ 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 الناس الشاطره ازاي تدخل موارد لنفسك مش لازم تعتمد بس على زي ما بيقولوا التنوع دايفرستي اوف الخدمه اللي انت بتقدمها كل ما بتدي بيبقى في تنوع في تقديم الخدمه كل ما بتفيدك في الموارد اللي انت بتجيبها طيب انا عندي حاجه تانية جديده ها. اللي هي الفكره بتاعتك الفكره بتاعتك دي محتاجه شويه مانيبيوليشن حلو ان انا يبقى حاجه ملحقه بمستشفى على فكره انا بفكر معاك برين على الهواء انا كنت لسه هقول لك لك عارف الله يرحمه يا رب استاذ حسن حسني ابسطها لك انا بقى المره أيوه. دي هحلها لك <applause> <applause> احنا هنعمل الاتي إحنا منشأة هدفها الرئيسي هو العلاج تقديم الخدمة العلاجية حلو أنا هو سؤال واحد هسأله تقول لي لو نفع يعني لو جات الإجابة صح يبقى أنا هقول لك الحل إيه هل من حقي أعمل شراكات مع القطاع الخاص؟ طبعًا تعال نعمل شراكة مع القطاع الخاص في إن إحنا هنعمل منشأة بهذا الشكل هبقى أنا بقى كهيئة الهيئة العامة للرعاية الصحية مع مثلاً بتاعة يوسف في سيوة فهنروح عملنا الشراكه دي سوا فطلعنا مؤسسه جديده او شركه جديده هي. اصبح الناس بتجيلي تغطس في الميه اللي مش عارف بحيرات الملح يقعدوا يتفرجوا على شروق الشمس ياكلوا البلح السي والفاخر الحاجات اللطيفه دي يعملوا تدريبات اليوجا وينبسطوا ويهيصوا ويرجعوا على بلادهم تاني فكره هايله انت عارف ان احنا اوريدي في شراكات بين بيننا وبين بعض المستشفيات الخاصه آه. وكانت عشان معايشه الاطقم الطبيه عندنا تروح تبقى عندهم والعكس وفي ناس يعني كانت في يدا بيد في بدايه المشروع والسنتين ثلاثه اللي فاتوا من المستشفيات الخاصه ورؤساء مجالس ادارتهم تريننج عملنا شراكات مع القطاع الخاص في حاجات مميزه جدا ليه لا؟ ليه لا نفكر في فكره زي دي واحنا داخلين على المحافظات الجديده ان شاء الله في المراحل اللي جايه ان احنا يبقى في تعاون مع القطاع الخاص لو هم ليهم حاجه هناك او لو في مركز فعلا حاجه زي استشفاء او حاجه زي كده ويبقى فيه مدعم باطقم طبيه من عندنا يبقى أيوة. في جزء علاجي مع صح. الجزء اللي هو الاستشفائي ده وارد جدا ابعت مجموعه من اخصائيين العلاج الطبيعي ابعت زبط. مجموعه من اخصائيين التغذيه العلاجية او مش عارف زبط. ايه عشان يعرفوا هياكلوا ازاي ويعملوا زبط. ابقى حلتها محلت. انا مستر تيمبل والكريدت 10% والكريدت لا الكريدت ده ما بي بيدخلش على إيه. الجامعه بقولك لك عايز فلوس لا طبعا اي حاجه متعلقه بان تبقى بلدنا يعني طالعه لقدام طول الوقت اي حد فينا لازم رب. يعملها وهو مغمض عيني انا مش عارف اشكرك ازاي على كل حاجه بالمناسبه مميزي. وطبعا احنا مأخرينك حتى منتصف الليل فنورتنا وشرفتنا ربنا يخليك يا يوسف عليك عشان صاحبي فيعني انا انت عارف انا بتبسط جدا جدا اولا عشان الصداقة والمحبة اللي هي اللي لشخصك ده الحاجة الأولانية الحاجة الثانية أنا عارف أن أنت البرنامج بتاعك متشاف كويس قوي وبالتالي إحنا دايماً ده دا زي ما نقول كده تبقى زي كبسولة صغيرة أيوة. للمصريين يبقوا عارفين إيه اللي بيحصل في بلدنا يبقوا عارفين أن المنظومة الجديدة وهيئة الرعاية الصحية اللي هي بتقدم الخدمة في محافظات تامين الصحي الشامل بيعملوا إيه ممكن صح. أنا الكلمة دي سمعتها من بعض أصحابي للأسف قالوا لي احنا ساعات ما بنحسش قوي انتوا بتعملوا ايه لان انتوا بعيد عن القاهره والجيزه. فدورك طبعا لان انت إحنا انت بالظبط انت بتحب المواطن المصري وبتحب مصر فبالتالي يبقى احنا دورنا مع بعض المصريين يعرفوا ايه اللي بيحصل لان في ناس صح. بتضحك عليهم ان مفيش حاجه بتحصل لا. للاسف فاحنا دورنا مع بعض كلنا الفتره الجايه مهم جدا الناس اللي بيجرى ايه اللي بيحصل مصر بيحصل فيها تطور رهيب في القطاع الصحي ده حقيقي 100% ده حقيقي. لازم الناس تعرفوا لازم المصريين يبقوا فخورين جدا بالمشروع ده حتى لو بعيد عنكم دلوقتي ولكن هو قادم جاي لك, خلاص. جاي لك ان شاء الله جاي لك باذن الله باذن الله نورت وشرفت وافدت واسعدت وابهرت كل الشكر للدكتور محمد العقاد مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه في ناس هتحب تسود عليك العيشه انا مش منهم على الاطلاق وفي ناس هتحاول تجمل عليك العيشة أكثر مما يجب أو أكثر مما هو واقعي وبرضو أنا ما أحبش أبقى منهم على الإطلاق كل اللي هقدر أقوله لك في برنامجنا التاسعة مع أي ضيف ومن خلال أي خبر أو حتى الدردشة وفتحة القلب كده اللي بنقولها في أول الحلقة عادة إن أنا هقولك الواقع بس والحقيقة بس والله 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 هذا الواقع إن قارنته فيما قبل 2014 احنا تعدينا حدود الخيال ولسه لينا كلام لو كلنا العمر بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه سلامات